يوم الخميس كانت المباراة، أنا كنت في الرياض محضرت جوي أوردز وتشرفت أني شاركت في هذه الجوائز. أحدهم قال لي بعد الخسارة مسكين المنتخب السوري. أنا برأيي مسكين الجمهور السوري بس، مش المنتخب، مسكين الجمهور اللي ما في حدا يعتقد أنه الرياضة أولوية، ما في حدا كبير هيك يقول أنه هالرياضة انفضوها وساعدوها وطلعوها من الفرح وهالناس اللي اوريدي يعني الله يكون بعونهم. شو بدك تحكي؟ ال 2018 كانوا مباراة بهدف كان ممكن يتأهلوا لكأس العالم، اليوم شوفوا كيف رجعت الأمور لورا رغم أنه الأمور هديت بالبلد وصارت الناس أحسن، لكن لا يوجد للأسف. أنا حكيتها مرة وتنتين وثلاث، أولا ما حدا بيسمع، ثانيا ما حدا بده يسمع، ثالثا لو حدا بده يسمع ما حيطلع بايده شيء. فدق المي بتضل مي. لن تتطور الرياضه السوريه بدون فكر، الفكر غير موجود، والفكر اذا موجود ممارسه ما في، واذا ممارسه في ما في ما في ما في اي شيء. فلذلك ايش الزعل؟ يعني انا عم بحكي نيابه عن الجميع، يعني من انا طفل ها نوصل بعدين نطلع برا، نوصل مع العراق بال 85 كمان لعبنا بسوريا مع العراقيين، تعادلنا في دمشق وخسرنا في الطائف 3-1 وما عاد شف ما عاد شمينا ريحه التاهل. 2018 لعبوا الايرانيه مع السوريين كانه نهائي كاس العالم، وكان ممكن تعادل، يعني كان ممكن المنتخب يتاهل. والان في نجوم وفي اسماء، لكن ما في خلطه، ما في شيء، ما في اساس. حتى كل ما يحدث في تاريخ الرياضة السورية هو طفرات فردية، هو ناس حابة يطلع مع هالشي، لكن هالطفرة ما بتعيش حياتك على طفرة. للأسف من هلأ لمئة سنة تحكي ما حدا بيسمع، بيفوتوا من هون بيطلعوا من هون. هذه هي قناعتي بعد 41 سنة من العمل في الوسط الرياضي. العمل، خلينا نروح فاصل ولا شو؟ أي منروح فاصل بعده وبعد